مسرح عفيفي هو من أقدم المسارح بالمغرب إن لم يكن أقدمها. والسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة خدع العتيق ديالو تنزيل روح خطاب جلالة الملك اللي تحدث فيه على ونص فيه على أن يجعل من الثقافة الحكومة أن تجعل من الثقافة رافد اقتصادي ودعامة اقتصادية مهمة. وعلى سير الخطوات اللي اتخذها السيد وزير في مجال الفنون والثقافة والتراث المغربي، فالسينما كتشهد إلى حد ما إغلاق قاعات وتغيير قاعات أخرى إلى يعني مآرب أخرى. ومسرح عفيفي كما قلت هو من أقدم المسارح، والحمد لله أنا وفكروا يجعلوه في هاد 150 قاعة. هاد الأربعاء 6 مارس شهدت افتتاح الدفعة الأولى اللي هي 50 قاعة، وكان مسرح عفيفي ضمنها بحكم أنه كما شفتوا يعني هاد 150 قاعة غتكون مجهزة، وهي جهزت بأحدث التقنيات التي تضمن عرض سينمائي في ظروف ممتازة، هي أحدث التقنيات السينمائية على مستوى الصوت والصورة. فهاد من الأربعاء كاين ثلاثة ديال العروض، جوج العروض، واحد مع ثلاثة فاطمة، والثاني الإخوان مع سبعة. في انتظار يوم الأحد يضاف لها فيلم العاشرة صباحا، هو سينما دانيماسيون يعني أفلام تحريكية. في الأسبوع اللي ستاليه إن شاء الله غادي يتم تغيير أو تبادل التوقيت ديال كل فيلم، كيعطي الآخر التوقيت دياله، يعني اللي كان مع ثلاثة كيولي مع السبعة، واللي مع السبعة كيولي مع ثلاثة، من أجل يعني فتح مجال أمام الساكنة ديال المناطق بحسب الالتزامات ديالهم كتكون مختلفة، فكيكون يعني في متناول ديال 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 الجميع يشوفوا الافلام بجوج. وهكذا دوليك يعني، وهذا غادي يتيح للوزاره انها تعمل واحد جرد او تعرف حتى المناطق والفئات العمريه اللي كتمشي للقاعات السينمائيه، وبحسب المناطق حيت تكون المنطقه والظروف ديالها، يعني لا التقاليد ديالها، لا يعني الساكنة ديالها من أش من فئة عمرية. فهذا غادي يساعد بشكل كبير حتى على السير المستقبلي للكتابات السيناريستية وحتى للإنتاج، ولا وهذا غادي يفتح كذلك مجال آخر أنه يكون مداخل عفوا أخرى يعني للمنتجين والمخرجين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.